مقطعنا اليوم حيكون صناعة بلبل بدون لير، فخلينا نشوف مدى قوة هذا البلبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مونستر بليد ومقطع شاطح جديد او مقطع منوع جديد. مقطع اليوم حيكون صناعة بلبل بدون لير، طريقة جدا سهلة، بس انك تحتاج بلابل يعني معقدة، يعني تحتاج هذا معبل كستمايزد، تحتاج تطلب هذا من النت، تحتاج برضه تطلب هذا من النت، وكلهم يكلفوك كثير. فهذا المقطع من جد للناس اللي ما عندهم ولا واحد من هذول البلابل، ما اتوقع ان في احد في الوطن العربي يمتلك هذول الثلاثة، مرة ما اتوقع. فخلينا نشوف كيف حنقدر نصنع البلبل اللي بدون لير اللي شفته في بداية المقطع. فيلا نبدا. قبل نبدأ كالعادة، شوف نافع جرس تنبيهات، اضغطوا زر اللايك، شباب ضغطك على زر اللايك يدعمنا جدا ترى، يعني ضغطك على زر اللايك ينشر المقطع لكل محبين البلابل، فهذا يحزز المشاهدات ويحزز المشتركين. فاتمنى من اللي مو ضغط زر اللايك يضغط زر اللايك. يلا نبدأ بالمقطع. عشان تصنع البلبل اللي بدون لير تحتاج بلبل براثن القوة، الشغل كله حيكون على هذا البلبل، اما هنا بس حتحتاج الحلقة، هذه الحلقة، ومن هنا حتحتاج الدرايفر بس، وكذا انت يكون عندك هذا البلبل. اول شيء حتفك الدرايفر لانك ما حتحتاجه، نثن تخليه على الجنب، بعدين تفك الديسك تخليه هنا، وتحتاج من اللاير الشيب. طيب الشيب هو اصلا المفروض لو كان هذا الديسك في بول بلاب الليفلوش كان ما يحتاج الشيب، كمان ما يحتاج ولا شيء، بس تحتاج هذه القطعه ثلاثه. بس احنا نقول لكم ليش نحتاج الشيب. اول شيء حتسويه انك حتمسك الديسك، بعدين حتاخذ الحلقه هذه اللي حتكون بمثابه اللاير، زي ما تشوفين هذا هو الديسك، نخليه كذا، شوف كيف يكبت، بس لفها لهذه الجهة ولهذه الجهة وهي حتكون ثابتة كذا، يعني ثابتة بشيء بسيط، يعني ممكن من أي دقة كذا تنفك فيصير زي بلبل ديت فينيكس. اوكي كذا، بعدين تجيب الدرايفر اللي هو ما حيركب بدون هذه القطعة. ليش؟ لأن نشوف كيف من تحت التيث، شايفين كيف؟ شوف لما أحط هذه القطعة ايش يصير، كيف تركب؟ اوكي شايفين كيف؟ دقيقة بس خليني اخرجها، شوفوا خليكم مركزين يا شباب، شوفوا دحين لما اركبها ايش يصير، شوف كيف هي زي مكملة للتيت عشان ما حد يقعد يتلاعب في القطع، وبعدين يخلوا بلبل قوية ويخلوا بلبل اضعف او اقوى وكذا، فهي زي مساعدة او مكملة للتيت. فالحين بس نجي نركب بلبل، وصار معانا بلبل بدون لاير. واو واو شباب البلبل، طبعا حطيت هذه القاعدة عشان نسيب قدرة احتمال، بس من جد بلبل اسطوري وقوي، وممكن في نص النزال هذه الحلقة تنفك، فلما تنفك يصير تعطيه طاقة قوية يعني. فالحين خلينا نشوف مدى قوة هذا البلبل، خليه يوقف بس حيثبت. اوكي لا ما ثقيل ما قدر يثبت، فنشوف مدى قوة البلبل. قوة البلبل خلينا نجربه لان احنا ما جربناه لحد الحين، فيلا نشوف. طبعا هو دوران يساري، هذا هو البلبل بكل بساطة، من جد ترى قوي، شوف ما بعرف تنفك انت. اوكي صار بس غريب، بس نفك الشيب ونفك الدرايفر. واو، نبدأ بتجربة البلبل ضد الشجاع المتقد المطور اللي هو هذه القاعدة، هو الشجاع المتقد المجنح. فخلينا نشوف كده، عطوا بداية قوية شباب، ما عندنا مزح احنا. واو مستحيل يا قوة. واو يا شباب، ميضة مظلم اللاعب ضارف، خلينا نشوف. يلا طبعا هي بس تجربة كم بلبل بس، هذا مفكر على طول. واو اوكي نعيد جولة الميضة مظلم، لما شو بلبل صنع لازم تمر بشوية عشان ما تفك الحلقة. اوكي قدر يفكها بس خارج هذه الحلقة في نفس الوقت حطها، فانا اروح بلبل. نلعب دحين ضد بلبل قادر على الاحتمال، فخلينا نشوف. طبعا حتى بلبل هذا حق اللي صنعه قادر على الاحتمال. اوكي عادي خلينا نعيد النزال ونشوف مين اللي حيقدر يفوز. فحرم بشوية هذا المرة. اوكي يبدا من تمام بشوية ما تنفك. اخر تجربة حيكون ضد الشجاع الاسطوري، هذه اقوى تجربة شباب. ف
فخلينا نشوف كذا شجاع حيفوز، بس خلينا نجرب يعني من باب التجربة يعني شباب. واو ايش حطم الشجاع، الله هذا جهاز اطلاق اقوى بلبل في التاريخ. نعيد يا جماعة اللي صار قبل شوية، من جيت صدمة ما حد يقدر يحطم الشجاع بالجهاز اطلاق، حطم الشجاع اخر عادة ولا ترى حنهي المقطع. من جيت شباب من هو قاعد يعيد، حتى خالد الصغير قاعد يعيد. الحين جاء دور كما حمسك عشان يتحطم بعدين نسوي المشكلة. الحين جاء دور بيبل اللي صنعناه، خلينا نشوف هل هو قوي ولا هو ضعيف ولا هو متوسط قوة. توقع انه ضعيف. اوكي الفايز، الفايز هو البلبل اللي حصلناه. القاعدة يعني منها فايدة، من جد خليته يدور، خليته يدور الفترة، شوف كيف يدور الفترة أكثر من بلبل بعد التوقف كذا، له لفة كم لفة كذا. فهذا هو البلبل اللي بدون لاير، من جد بلبل الصورة حتشوفوا له يعني مقاطع كثيرة في القناة، فتأكد إنكم مشتركين. للي مو مشترك تأكد إنك مشترك. فهذا هو البلبل اللي بدون لاير. فبس هذا كل اللي عندنا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا لي في الكومنتات ايش رايكم في البلبل بدون لاير، هل حتقدر تسووه ولا لا. وصلنا للختام، سلام.